ما المقصود بالإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وما المقصود بالآيات الشرعية والآيات الكونية؟ الإرادة الشرعية هي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وفي قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية بما شرعه سبحانه وتعالى لنا من الخير، فإنه يريد بذلك هدايتنا ومنفعتنا، وهذه الإرادة قد تقع وقد لا تقع. وأما الإرادة الكونية فهي التي لا بد من وقوعها، لا بد من وقوعها، وهي ما يريده الله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والغنى والفقر والعسر واليسر وغير ذلك، هذه إرادة كونية. إذا أراد الله شيئا فإنه لا بد أن يقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه الإرادة الكونية. والفرق أيضا أن الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، فهو يريد إيمان المؤمن كونا وقدرا، ويريده أيضا دينا وشرعا، ويحبه ويرضاه، ويريد أيضا كفر الكافر وشرك المشرك، ولكنه لا يرضاه ولا يحبه، وإنما يريده ويخلقه سبحانه لمصالح وحكم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الإرادة الشرعية فمن لازمها الرضا، فإن الله يحب ويرضى ما أراده شرعا ودينا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بقية السؤال: الآيات الكونية. الآيات الكونية هي الآيات المشاهدة، مثل السماء والأرض والأشجار والجبال والبحار والأنهار والمخلوقات والدواب وغير ذلك، والمخترعات والمصنوعات، وما في الأرض من الكنوز وما فيها من المنافع، كل هذا من الآيات الكونية. الشمس والقمر والكواكب، كل هذا من آيات الله الكونية الدالة على قدرته وربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى. أما الآيات القرآنية فهي الآيات التي تتلى، الوحي المنزل من عند